وللمزيد حول البيان الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، ينضم إلينا إبراهيم العجيلي عضو اللجنة العليا للميثاق عبر الهاتف من لندن. أهلا بك معنا سيد إبراهيم. أهلا وسهلا، أهلا بكم، الله يخليك، يا مرحبا. أهلا بك سيد إبراهيم. يعني أصدرتم بيانا في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي هنأتم فيها ضباط الجيش العراقي بالعيد المئوي لتأسيسه، والذين وصفتموهم بالحقيقيين. السؤال هنا، ما الذي قصدتموه بالحقيقيين؟ نعم، الجيش العراقي هو المؤسسة الحقيقية التي يقوم عليها مقاومات الدولة. نعم. بالنسبة لي نعم. بالنسبة للجيش الحالي، يعني كيف تنظرون إليه، وما يعني هو الشيء الذي أصبح عليه من عقيدة قتالية وعسكرية عما كان في الجيش السابق؟ الجيش الحقيقة هو رمز الوطن، الجيش هو سور الوطن. يعني إحنا نعتقد بأن الله والشعب والوطن والجيش، هذه أركان الدولة. فلذلك الجيش مؤسسة لحماية الوطن وسياج الوطن. ولكن ما الذي تغير يعني بالنسبة للجيش العراقي اليوم عما كان عليه في السابق؟ ما الذي تغير الآن؟ لا، هو الجيش موجود، لكنه الجيش أفرغ من مهماته وتم تجميده وأركن، وظهرت في الصورة مؤسسات تحمل السلاح العسكري والدروع، ولكنها برايات غير العلم العراقي، برايات الصفر والسود وألوان مختلفة ترفرف فوق الدبابات والدروع، ولكنها غير العلم العراقي. سيد إبراهيم، ما هو السبب وراء ذلك برأيك؟ أو السبب في الحقيقة هو يعني إخفاء الجيش أو تذويب الجيش، تمييعه، عدم وجوده، يعني عدم المجال لأن يظهر جيش بمعداته وبمؤسساته وبأركانه. ظهرت مجاميع مسلحة لكنها لم تكن الجيش ولم تسمى باسم الجيش أصلا. السبب وراء ذلك سيد إبراهيم، هل هو يعني قرار الإدارة الأمريكية عند احتلالها للعراق بحل الجيش العراقي، أم أن هناك أسباب موضوعية أخرى؟ لا، هو الأمريكان عندما احتلوا العراق وأسقطوا النظام سلموا العراق إلى إيران تسليم رسمي، وبالتالي إيران زحفت أكثر مما ينبغي وفكرت بضم العراق إلى رقعتها الجغرافية، إلى الرقعة الإيرانية الجغرافية، وبالتالي ينبغي على إيران أن تمحي جميع معالم الدولة العراقية وفي مقدمتها الجيش، وأوجدت يعني فئات مسلحة ومجاميع مسلحة لا تحمل اسم الجيش العراقي. وبدأ العراق يختفي من الساحة، وحتى ظهرت إشاعات بأن العراق غير موجود، وأن العراق لم يذكر في التاريخ، وأن العراق لا شيء، وأنه عبارة عن كتل متناثرة، عن قبائل متناحرة. هذا ما صرحت به الإدارة الأمريكية وما صرح به أعداء الشعب العراقي. نعم، يعني طلبتم سيد العجيلي ببيانكم في بيان اللجنة العليا للميثاق الوطني بضرورة إعادة هيكلية الجيش. ما هي الأسس التي ترون أنه من الضروري مراعاتها عند يعني إعادة هيكلة الجيش؟ والله الحقيقة الجيش يريد، يعني إحنا من وجهة نظرنا ينبغي أن يخرج من الأطر الطائفية والتجنيد الطائفي، وينبغي الاعتماد على التجنيد الإلزامي اللي يضمن تجنيد جميع أبناء الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والقومية والطائفية وغيرها. كل عراقي يبلغ 18 سنة، وهذا القانون السائد سابقا في الجيش، عليه أن يؤدي بخدمة العلم بغض النظر عن المدة. فهذا هو الجيش العراقي الوطني، لا ينبغي أن يؤسس على جيش على طائفة واحدة أو على
ناس أو أطراف تبصم أو تركع لطائفة معينة. إذن عضو اللجنة العليا للميثاق إبراهيم العجيلي، كنت ضيفا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.